يا تعبان يا اخوي. الحمد لله يا رب. ما تعرض لي يا توتو رجلك بتوجعك الا قول لي يا حبيبي. عياده الدكتور اسنان دي امال يعني محل بقاله. سناني مالها بتنقح. بتنقح عليك؟ امال يعني بتنقح عليك. الا قول لي يا حبيبي. نعم. الكشف عندكم بكام؟ بخمسين قرش. خمسين قرش حتة واحدة؟ امال يعني حتتين؟ يا دي النايبة لسه كمان حق الدواء حلحي على ايه ولا لا. ايه؟ يا رب اسمع يا راجل انت. نعم. انا هقول لك على وصفة تضيع لك كل سنانك. على خيرة الله. شوف اما اقول لك. نعم. قبل ما تنام تحط قطرة. في عيني؟ امال يعني بقك؟ طيب والقطرة دي تتحط قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ لا في وسط الاكل. ربنا ما يرميك في ضيقة راجل طيب. الله راجل سكرة. الله ربنا ما يلطم لك وليا. اي أيوة والله. ربنا ما يلطم لك وليا. سلام عليكم. عليكم السلام يا اختي. سلام عليكم. لا حول الله يا رب. ده يظهر الراجل ده رب عائلة الحمد لله اللي وفرناهم عليه قبل ما يلطشهم صاحبنا ده. ايه العبارة؟ سنة قبل ما ياخد الفيزيتا من الزبون ويدخله؟ تمخشش. اتفضل. انتريه. اتنيل. جريس يا انديل. انت قاعد لي هنا على ودانك؟ لا يا فندم قاعد على الكرسي. شيء غريب. هو راح فين؟ هو مين؟ الزبون اللي كان هنا ده. وزعته. وزعته؟ قبل ما يدفع الفيزيتا ويكشف؟ والله يا فندم لقيته راجل غلبان ورد عائلة قمت كتبت له وصفة وزحلقته. شيء جميل. الله يخليك. انت هتخرب بيتي. تمشي الزباين قبل ما يكشفوا؟ فتح عيالها مجانا انا؟ الفيزيتا دي محسوبه من شهريتك. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. السلام عليكم. يلا. سلام. تسمح تجيب تذكره عشان اكشف دلوقتي؟ مستني ايه؟ ما توزعها واخر. لا يا فندم حرام عليك فيزيتين خصم من المهيئة يوجعوا. اتفضل هات تذكره. ايوه بس ما معكش 50 قرش. ما كانش ينعز. طب اكتب لك الباقي على ظهر التذكرة. والله احنا في عيادة ولا في اتوبيس. طب بلاش غالب هات 50 قرش وخد الجنيه. هات. اعوذ بالله. اتفضل قالي 50 عفريت. يلا خلينا نخش. خش يعني داخل الجنة يا خيي.